هذا الصيف يعني يلقي بظلاله بكثير من القضايا، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اليوم تصل العظمى 35 درجة مئوية في الوسط، رام الله والقدس، وفي هذا الصيف أزمة المياه تتفاقم. إحنا للأسف طبعا يعني الاحتلال بيسيطر على 85% من مياهنا في الضفة. الاحتلال يعني المستوطنين اللي أخذوا الأرض وما تحت الأرض وما فوق الأرض. حصة الفلسطيني يعني خمس حصص فلسطينية تساوي حصة مستوطن واحد اللي بتبرطعوا بالمي طبعا بعد ما أخذوا الأرض. هذه الأزمة تتفاقم عند مناطق أكثر من مناطق أخرى، من ضمنها مناطق شمال غرب رام الله تحديدا. أهالي قرية كوبر اختنقوا، كوبر تحديدا من المناطق اللي اختنقت عطشا بسبب أزمة المياه التي استفحلت فيها. بعض من شهادات أهالي قرية كوبر قال لنا منذ 60 يوم لم تأتي المي، البعض الآخر كل 20 يوم تأتي لديه المي. بلدية كوبر قررت أن تتخذ خطوة وأصدرت بيان اليوم، قالت فيه أنها لا تريد أن تكون ضمن امتياز مصلحة مياه محافظة القدس، وأنها ستتخذ خطوات احتجاجية. المزيد ينضم لنا عبر الخط الهاتفي رئيس البلدية السيد شوكت البرغوثي. أستاذ شوكت صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير، صباح لكم جميعا. تحياتي لك. إذن أزمة مياه مستفحلة في كوبر، كيف يعني عندكم أزمة مياه صعبة؟ إلى أي حد ممكن تشرح لنا الوضع؟ نعم صحيح، يعني هي أزمة مياه مش من اليوم لشديد للأسف، منذ سنوات. نعم. لكن استفحلت هذا العام أكثر، هذا العام أكثر من العوام السابقة. استفحلت في بعض مناطق البلد لأكثر من شهرين، شهر ونص، 40 يوم، 20 يوم، زي ما حكيته في البرنامج أنه تتفاوت. لكن هذه الأزمة تتفاوت، طالما أنا عندي ضخ في كوبر ليش تكون ما يكونش الضخ بالتساوي؟ طبعا إحنا ندرك أنه يوجد أزمة مياه في البلد في كل المنطقة، ندرك إجراءات الاحتلال بالتضييق بهذا الموضوع، وندرك كمان التقنين للمياه، لكن لا ندرك الفساد الموجود بإدارة التوزيع في مصلحة المياه. كل احترام لكل الناس اللي بتحاول تساعد في هذا الجانب، لكن كمان لن ندرك أنه كمان مصلحة المياه بتحط لها السماعة ما بتجاوبش أحدا، ولما نتواصل مع أحد الموظفين أو أحد المهندسين لشديد الأسف يا إما بيرجع لنا يا إما بيرجع لناش. واحد وحيد هو اللي ممكن يرجع لنا الأخ المهندس أحمد جرادات، كل الاحترام له، لكن في موظفين آخرين. ولشديد الأسف أنا قمت بالتواصل الشهر الماضي، آخر يعني ما وصلتني المي أنا عندي في المنطقة في 13/6. تواصلت، حاولت أتواصل مع رئيس المصلحة للضرورة القصوى، نحكي في مشكلة المي في كوبر من أجل إيجاد حل لها شامل. يعني ما بديش حل 100%، أدرك لك أنه فيش إمكانيات لحل هذه المشكلة 100%. طيب تواصلتوا مع رئيس المصلحة؟ كان في بينكم لقاء؟ نعم، أنا اتصلت مع رئيس المصلحة مش مباشر، اتصلت مع مكتبه، تحولت لمكتبه، طلبت الاتصال فيه، مكتبه جاوبني أنه هذا مجاز له 3 أيام إلى آخره. حاولت أخذ رقم جواله من المدير المكتب عنده، قالوا للأسف بقدرش نزود مدير أي واحدة بالجوال. قلت لهم ليش؟ هو إشي سري، هو إشي عسكري، ممنوع الحديث من هذا الشخص، ما بصيرش. هذا مشكلة عامة لازم نحكي مع المسؤول المباشر. طيب هو رح يكون معنا المباشر. هو رح يكون معنا بعد قليل. خليني أكمل. هذا جانب. أنا لما أتلقى وعودات من كل يعني من كل اللي بيحكوا معنا، يعني بصير هي بتلقى وعودات كاذبة للأمانة مع الاحترام، كلها كاذبة. شو الوعودات اللي كانوا يحكوا لكم إياها؟ إيش هي الوعودات هاي؟ يعني أنا آخر 3 أيام هدول، خلينا كليك، أنا تواصلت على مدار الأسبوع اللي فات معهم، بيقولوا لي في اليوم الفلاني رايحين نضخ، في اليوم الفلاني رايحين نضخ، في اليوم الفلاني رايحين نضخ. وإحنا نتعامل مع الناس من هذا الجانب، هم بيجاوبونا وبالكل الناس يعمل في اليوم الفلاني، هم بيكذبوا علينا، إحنا بنصير كذابين أمام الناس. كيف الثقة أنا بدي أنالها من المواطن لما مؤسسة تكذب علي وأنا أكون كذاب عن المواطن؟ ما مدى الصدق لهذه الناس؟ فبالتالي هذه مشكلة، هم بيختلفوا عندنا مشكلة وبيثيروا مشكلة اجتماعية في البلد. الناس لا تثق في البلدية ولا تثق في المؤسسة وفقدت الثقة حتى في مصلحة المياه. لهذا السبب البلدية أو المجلس البلدي استدعى أن يخاطب يعني الرأي العام في هذا الحكي، يثير هذا الحكي للرأي العام. شو قررتوا في البلدية اليوم؟ إيش قررنا؟ نعم،
احنا قررنا يعني واضح قرارنا. احنا فيش عندنا دبابات تنهجم على مصلحة المياه. احنا يعني يفترض مصلحة المياه هي توجد الحل لهذا الموقع. مصلحة المياه عندها فساد في إدارة التوزيع، عندها فساد في الموظفين اللي عندها بيديروا هذا الإشي داخل قرية كوبر. أنا وجهة نظري ليش أنا بيجي على الجبل الفلاني هذا بنسبة ضخ 100% وهذاك 0% وهذاك 10%؟ ليش؟ القرى المجاورة لكم هل تعاني أيضا على نفس الخط من نفس الأزمة اللي بتعاني منها كوبر؟ أعتقد بعانوا نفس المشكلة. نعم، يعني اللي ما قالته سلطة المياه أستاذ شوكت إنه في عدم توفر مياه العام هذا تحديدا بشكل كافي من الجانب الإسرائيلي. لشديد الأسف، لشديد الأسف الجانب الإسرائيلي هو يعني بنحمل عليه كل إشي وبننسى كل الإشي، المشاكل اللي عندنا والفساد اللي عندنا والإدارة الفاسدة. نسأل يعني هي الشماعة اللي بنحمل عليها الاحتلال؟ أوكي فيش عندنا يا أخي، الاحتلال ما زودناش بالمي الكافي، إحنا مقتنعين الاحتلال بضيق علينا، إحنا مقتنعين بس كوبر بضيق عليها الاحتلال، والكل يدرك قداش بضيق عليها الاحتلال، والبورا الاستطارية إلى آخره يدرك الإعلام وشافها وقديش. لكن كمان الضغط يجي كمان من مصلحة المياه كمان تعطشنا، هذه مشكلة. يعني أنا داخلياً بكل إشي مقصود ومرتب حتى من جهات أعلى إنه تعطش كوبر وتضغطها بالمي. نعم طيب، يعني أنا لما أفتقد جرعة المي، لما أفتقد جرعة المي للطفل للبيت معناته في مشكلة. كيف أثر انقطاع المي عليكم في البلد؟ شو أثر انقطاع المي؟ أثر انقطاع المي إنه الناس تلجأ إنه تشتري تنكات مي وجيبوا مي لشديد الأسف يعني غير قبل الاستعمال. تنك بيجيك منين معبى؟ ما حدا بيدري، مجهول المصدر تبعه، مجهول المي اللي فيه، فبالتالي شوف قديش بده يأثر في المستقبل. إضافة إلى ذلك إنه هذه التنكات بتقدرش تغطي لكل الناس، بتقدرش تغطي للمواطنين كلها. العبء المالي اللي بقى على شراء التنكات، كل بيت بده 600 شيكل 700 شيكل 1000 شيكل في الشهر حسب البيت، كيف بده يغطي؟ أنو دخل بده يغطي للمواطن لكل الأسر الفقيرة أو ذوات الدخل المحدود؟ طيب أستاذ شوكت، أنتوا قررتوا أنه تكونوا خارج امتياز منطقة مصلحة مياه القدس، يعني هذا في بيان لكم، هذا كنوع من الاحتجاج يعني قررتوا تعملوا هيك؟ أنا للأمانة أنا أدرك هذا الموقع القرار، لكن لو القرار بإيد المجلس البلدي، لو أدرك إنه القرار بيد المجلس البلدي بتخذ قرار طوالي، هلا بحول لو في مصدر آخر بحوله على المصدر الآخر، لكن أدرك صعوبة الكذا. إحنا قدمنا شكوى لسلطة المياه، قدمنا للجهات المعنية، لكن يا أخي بدي حدا يساعدني في الموضوع. يعني أنا لما مؤسسة مصلحة لا بترد على تلفون ولا بترد على جوال ولا بترد على حدا، إيش يعني لمين أشكي؟ يعني لمين أشكي أنا كمؤسسة؟ أنا المواطنين داقين في ليل نهار، تلفوناتهم وجوالاتهم داقين في البلدية كأنه المياه موجودة في البلدية وحارم المواطنين منها. نعم، ليش تحطني أنا في المطب هذا؟ المصلحة أنا ماليش مصلحة، باخذش فلوس من جانب من هذا الحكي. أنت اللي بتتاجري في المياه، أنت اللي متعاقدي مع الأهالي، والعقد ضروري توفير المياه 24 ساعة، مش أوفر المياه ساعة في السنة. طيب، انت اللي خليتي بعقدك مش انا اللي خليت. نعم، شروط العقد دائما شروط العقد على الطرفين. انت انا متعاقد معك تسكين مي، انت ما سكتنيش، انا ببحث عن مصدر اخر. طيب احنا رح نفهم الان من مصلحه المياه قصه كوبر تحديدا وموضوع توزيع المياه. شو رسالتك يعني بتحب توجهها او سؤالك لهم؟ انا رسالتي على الاقل في كلمتين يكونوا صادقين بس. إضافة إلى نقطة ثانية، يراقبوا الفساد الموجود في التوزيع عندهم وخاصة في قرية كوبر. أنا بصيرش أنا جبل يشرب بنسبة 100% وجبل عليه 0% أو منطقة عليها 0%، هذا سببه الإدارة في التوزيع، الفساد في التوزيع. شكرا جزيلا لك الأستاذ شوكت البرغوثي رئيس بلدية كوبر، تحياتي لك، شكرا.